ما هي أحوال المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بقيادة الشيخ صادق أمين أبو راس؟ تحية للشيخ صادق أمين أبو راس، تحية لكل مؤتمر في صنعاء، لكل مؤتمر في عدن، لكل مؤتمر في تعز، لكل مؤتمر في كل أنحاء البلاد. المؤتمر أنت عارف يتمدد في كل الجغرافيا اليمنية. المؤتمر يعاني أكيد ظروف غير طبيعية وغير سوية في صنعاء، لكن هم يحاولوا أن يخلقوا ثقب في الجدار وثقب في الانسداد حتى يتنفسوا وحتى يمارسوا سياستهم المؤتمرية. هل تتوقعين يا أستاذة فائقة السيد وأنت الأمينة العامة المساعد للمؤتمر الشعبي العام، هل تتوقعين أن المؤتمر الشعبي العام الموجود في صنعاء لا يزال مؤتمر علي عبد الله صالح أم قد صار المؤتمر الحوثي العام؟ أرفض هذه التسمية. المؤتمر الشعبي العام هو المؤتمر الشعبي العام، تشدت الجغرافيا، تشد المؤتمر معها، وهذا أيضا لنا في الثورة الفلسطينية تجربة وعبرة، تحصل ظروف استثنائية، لكن يبقى المؤتمر هو المؤتمر. عندما نلتقي أحباب وأصدقاء وقلوبنا على بعض، كما حصل في لقاء الرياض، كما حصل في لقاءات كثيرة، نحن أبناء المؤتمر الشعبي العام لا يمكن إلا أن نكون أوفياء للمؤتمر. التشظي حالة استثنائية ترافق تشظي الجغرافيا، لكن نبقى أبناء المؤتمر. طيب. أما يا عارف، نعم، نحن ومن تخاصمنا معهم ودخلنا في 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 معارك ودخلنا في حرب ودخلنا في تضحيات، فقد قلت أني في صنعاء لعبد الملك الحوثي، نحن وأنتم سنذهب إلى التاريخ، ولكن دعونا نطبع حياة الناس، لأنه من حق الناس أن تعيش، مش يبقوا أسرى لحالتنا نحن وأنتم.